إذن هذه 58 غرام كربونات الكالسيوم. إذن نضعها في الإناء، في هذا الإناء الكبير. هكذا. الآن نحضر حمض الخل ونفرغه في هذا الإناء مع كربونات الكالسيوم. طبعا سوف يحدث فوران بسبب خروج الغاز ثنائي أكسيد الكربون كما قلنا لكم. انظر الفوران. هذه العبوة الأولى. إذن العبوة الثانية. إذن نخلط. أنتم تسمعون الفوران الآن. من المفروض يجب علي أن أرفعه، أن أرفع هذا الخليط إلى هذا الخليط المزيج على النار في درجة حرارة 85 درجة مئوية بالزيادة والنقصان 5 درجة. إذا من 75 إلى 90 هكذا، من 80 إلى 90 درجة. طبعا يجب أن لا تكون درجة مرتفعة لأن حمض الخل هو عبارة عن كربون وبالتالي يمكن أن يفسد، يحدث له decomposition. وأبقى ومع التسخين أخلط المزيج لساعة ساعتين تقريبا. إذن انتهى تبلور الكالسيوم أسيتيت. انظر كيف بلورة الكالسيوم أسيتيت. انظر هذا الكالسيوم أسيتيت على شكل بلورات. إذن سوف أضعه داخل هذه القنينة، أرقمها جيدا تعليم القارورة جيدا، وأحفظها. كالسيوم أسيتيت، مصدر من مصادر الكالسيوم من أجل الأغنام. إذن هذا هو خليط الكالسيوم. إذن التعليم هو كالسيوم أسيتيت، صيغته الكيميائية CH3COO الثلاثنين. إذا البرودكشن ديت، تاريخ الإنتاج، هو 13 جويلية 2023. هذا كان فيما يخص تصنيع الكالسيوم أسيتيت، مصدر من مصادر الكالسيوم للأغنام.